السلام عليكم إخواني أخواتي الكرام، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم نور زيندا للوصفات السهلة والبسيطة. تنبغي نبارك لكم هاد العواشر وتنقول لكم مبروك عواشركم، يدخلوا عليكم الصحة والسلامة وباش ما تمنيتوا إن شاء الله، وبتحقيق الأماني والأمنيات يا رب العالمين، بالشفاء لجميع المرضى وبتيسير الجميع. أي واحد تيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، تنتمنى وليه إن شاء الله تحقيق الأهداف ديالو يا رب العالمين. واللهم ارفع عنا هذا البلاء وهذا الابتلاء وهذا الوباء يا رب العالمين. اللهم علينا الدعاء وعليك الإجابة. البغيوش ديال اليوم بغيوش خفيفة ظريفة، كتنجز في واحد الظرف وجيز. نخليكم مع المقادير اللي هما عبارة عن واحد المعلقة ديال الخميرة، واحد البيضة، معلقة تاع السكر، حبيبات، شوية الملحة، كاس ديال الحليب دافئ، ونصف كأس ديال الزيت، وجوج كؤوس ديال الدقيق اللي من طبيعة الحال هو منخول من قبل. بالنسبة لكأس ديال الدقيق فأنا درت هاد لي طاس، وهاد لي طاس يعني أي واحد بغى المقدار تاع الكأس اللي بغى، سواء إلا بغيتوهم مثلا بغيتو لا بغيوش تجيكم كتير كبيرة فغادي تضبلو، بغيتو أنها تكون قل من هذه اللي شفتوها معايا في الأول، وكنظن أنه مغاديش مكاين مقل، فانا درت يعني درت وحده فرديه اللي غادي تكال في بلاصتها. من طبيعه الحال كما قلت لكم فالاختيار ديال المقاسات ديال الكاس تتبقى حسب السيده او السيد اللي غادي يصوب هاد لابغيوش، وانا متاكده انه الناس اللي غادي يشوفوها اكيد غادي يجربوها لانها فعلا طيبه وزوينه وسهله التحضير وديده. كنخلطوا جميع المقادير بهذه الطريقه، هذه طريقه اعتياديه اللي كنا عارفينها في الكوزينه، اننا نضيفوا المقادير ما كنضيفوش النواشف ومن بعد تنجزوا، لا هنايا تنخلطوا، تنبداو نخلطوا شويه بشويه كل شيء حتى كتخلط لنا العجينه. كما شفتوا هنايا راني درت الكاس الاول ولكن راه ما قدنيش الكاس الاول، راني زدت الثاني وزدت الثالث وزدت النصف من النصف من الرابع، يعني فتيبقى على كما قلت لكم على حسب مقاس تاع البيضه وتاع الحليب وتاع الزيت ونوعيه الدقيق ايضا. كما كتشوفوا راني زدت هذاك الكاس الثاني، تنبدا تنخلط شويه بشويه وتنحاول ما امكن انني ما نقصحش العجينه من الاول، كنخليها جاريه الى حد ما بهذه الطريقه هذه، وكنبدا كنخبط فيها، تنخبط حتى كندلكها مزيان وتنشوف انها راه دارت هذاك الخويط، عاد كنبدا نزيد الدقيق اللي غادي نجمع بها العجينه في المرحله النهائيه. من بعد من طبيعه الحال ما درت لها ديك العمليه ديال الخبيط، ما محتاجاش مني دلك بزاف، صافي تنحاول غير نجمعها وتنخلوها كما كتشوفوا هنا كتلصق، ما كنقصحوش العجينه ديال البغيوش او ديال الفطائر. الا بغيتو يجيوكم رطبين فالعجينه تكون الى حد ما ماشي جاريه ولكن الى حد ما رطبه بزاف. هنايا تنغطيها بواحد الزيف وتنخليها تختمر بين ما حتى انا كملت شغلي، نعطيها وقتها وهي تعطيني وقتي، تنحاول انني نخرجها من هاد البول ونخرج منها الهواء بلا ما نعاود ندلكها باش ما نهرش فيها هذيك الخميره، خصوصا انني انا صافي وصلت الوقيته اللي الدراري بغاو البوتي ديالهم وخصني نسربي نقد لهم الشغل ديالهم. تنديرها على شكل هاد الحربول هذا، تنقطع الى قطع صغيره كما كتشوفوا ماشي كبار، والحجم دائما تبقى على حسب الشخص ايضا كما كيحب الحاجه، اللي عينيه صغيره بحال ديالي ما تيقونيش كيديروهم صغار. المهم هذا هو الشكل، الصراحه تيجي واحد الشكل حلو وزويون هذا الشكل، هذا الصغار هادو ما يكونوش كبار بزاف. تناخذهم من بعد ما خليتهمش اصلا باش يرتاحوا، غير بديت بالكره الاولى اللي درتها. هنايا عندي لا كونفيتور ديال الفريز وعندي الشوكولاته حبيبات هو اللي غادي نستعمل. غادي نبدا ناخذ واحد الكويره ندير فيها كويره، غادي ندير فيها الشوكولات وكويره غادي ندير فيها الكونفيتور تاع الفريز. كنسدهم بهذه الطريقه اللي غادي تشوفوا قدامكم، تنهز واحد المول اللي هو مستطيل وكنبدا كندير واحد الصف ديال الكرات تاع الشوكولات وواحد الصف تاع الكرات ديال لا كونفيتور. المهم الطريقه شرحها راسها،
انا عذروني لانه عندي الحق تيضرني، تنهضر غير بزز وتنفرصي على راسي. هنا تنخليكم تنقول لكم شكرا لكم بزاف عباشركم مبروكة. نخليكم مع تتمة الفيديو، الى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. رب رزقني فاد عشق بس هو لي في بالي، صار النفس مالي ما غرى يا حلالي، خلانا طير بلا جنح يمش حلو عطره، دللني كل عمره كلني تحت امره كلني تحت امره. عيني عيني عافيتي وانفاسي يا مالك احساسي وعيونك مناسي، عيني 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 شفت وياك ايام ما تتكرر بالاحلام، افرش عيني وتنام عيني عيني، ليلة ورا ليلة اشتاق لك اطلب حياتي تهون لك، بحضاني وانا حن لك احن لك اشتاق لك. ما حد مثل حبنا ابد نيالي حبيتك، صرت انا ابو بيتك وبقلبي خليتك، وعدنا ورود من السما كل الوقت يمهم، فدوى رحت الهم يشبوك غير امهم يشبوك غير امهم. عيني عيني يا اغلى الغالين يا اجمل الحلوين، ماكو منك عيني 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 غير النبض مالي، واسهر لك ليالي يا حبي وحلالي، عيني عيني ليلة ورا ليلة اشتاق لك اطلب حياتي تهون